السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا في فيديو جديد. طبعا في هذا الفيديو سوف نرى تقييم الدولي الجزائري رياض محرز في المباراة التي جمع بين فريقه مانشستر سيتي وفريق أتلتيكو مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا. طبعا المباراة انتهت بالتعادل السلبي وفي ملعب نادي أتلتيكو مدريد، وتأهل نادي مانشستر سيتي بعد فوزه في مباراة الذهاب بهدف لصفر. بالنسبة للدولي الجزائري، شارك أساسي طيلة أطوار المباراة وقدم أداء جيد ورائع. سوف نتعرف على تقييمه، لا تنسى الاشتراك ولايك الفيديو. بالنسبة للتقييم الذي حصل عليه الدولي الجزائري رياض محرز هو 7.1 كتقييم على أدائه وعلى مردوده طيلة أطوار المباراة. تقييم جيد، تقييم منطقي بالنسبة لأداء رياض محرز اليوم الذي قدم مباراة كبيرة ورائعة وكان فعالا وكان رائعا اليوم من ناحية خلق الفرص ومن ناحية المساندة الدفاعية. في الهجمات المرتدة لفريق أتلتيكو مدريد كان رياض محرز يعود للمساندة الدفاعية مع اللاعب كايل ووكر. طبعا تقييم 7.1 تقييم جيد بالنسبة لرياض محرز. مباراة كانت صعبة على فريق مانشستر سيتي، شاهدنا أتلتيكو مدريد اليوم كان رائعا وكان فعالا أفضل من السيتي وخلق العديد من الفرص على المرمى. كما قلت تقييم رائع للدولي الجزائري بممارسة اليوم. طبعا هذا هو كل شيء لدينا بخصوص تقييم رياض محرز اليوم، نتمنى له التوفيق ولا تنسى الاشتراك ولايك الفيديو.